سلام الله عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. البنات اليوم راح نعملوا واحد القاطو بزاف بزاف بنين، اقتصادي جدا، رائع، يذوب في الفم اللي عندها مغارف وعندها لما صغير تجبدهم وتخدم بهم. هذه الوصفة الرائعة، صلوا وسلموا على رسول الله. ونبداو في وصفتنا. وصفتنا فيها 125 غرام تاع مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، فيها رشة ملح، مقاديرها بسيطة جدا والبنة روعة. فيها لافاني، كأس غير ربع تاع سكر ناعم، اللي ما عندهاش سكر ناعم تقدر تبدلو بالسكر الحبيبات، ولكن تخلطو مليح حتى يذوب لها. عندي حبة بيض بحجم كبير، ونبداو نخلطو في كامل المقادير مع بعضها حتى نتحصلو على كريمة. هكذا نبقى نخلط. صدقوني البنات هذا الكاطو اقتصادي وبنين بزاف، والشكل تاعو شباب شباب رائع، يعني عنده واحد الشكل. راح نخدموه بالمغرف والموس، يجينا شكل رائع جدا. ان شاء الله راح نتبعوه، تبعوا الوصفه وتحطوا لي جام اكيد. وهنا نبدا نحط في المقادير الجافه. عندي كاس تاع نشاء الذره، وهذا النصف، يعني مجموع نشاء الذره كاس ونص، اللي هي المايزينا. نزيد نخفق هذيك المايزينا مليح حتى نتحصل على كريمة. هكذا غير نشوفوا هذيك المايزينا دخلت لي في باقي المقادير، نحبس من التخلط. خلطة خفيفة فقط، اللي ما عندهاش تقدر تخلط باليد. هكذا خلاص تحصلت على كريمة. رايحة نحي الخلاط الكهربائي. شوفوا هذيك الكريمة اللي تحصلت عليها هكا، باش تعطيني قاطو يذوب في الفم والشكل تاعو شباب بزاف. وهنايا عندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، ملعقة هكا معمرة صغيرة، اللي نخلطو بها قهوة حليب، نديرو بها السكر، درتها لخميرة الحلوى. ورايحه نبدا نجمع بالفارينه. البنات بالنسبه للفارينه اللي هي الطحين الابيض، عندي كاس ونص، خذات لي نفس المقادير، كاس ونص تاع نشاء الذره وكاس ونص تاع فارينه. هنا نجمع حتى نتحصل على عجينه طريه. الكاس الاولاني هاو باين باللي كامل، يعني شرباته العجينه. زدت جبت الكاس الثاني، بديت نحط بالعقل ونشوف. انا كيما قلت لكم خذت لي كاس ونص تاع فارينه، كاس ونص تاع مايزينا، قلت لكم مقاديرها بسيطه جدا. خلاص هاي اللي هنا تحصلت على هذيك العجينه الشابه الخفيفه الطريه. فوالا انا وريت لكم الفارينه شحال بقات لي. ونبدا هنايا نكور في هذه العجينه. البنات كوروها وزن 20 غرام بهذه الطريقه. انا نكمل كامل نكورها وزن 20 غرام. حبيتو توزنوا، حبيتو ديروا عينكم ميزانكم، المهم ما من اللي ما عندهاش الميزان عادي ديروها حجم يكون شويه صغير. كوروها كامل باش من بعد تجيكم ساهله في التشكيل. ونجوزوا للتشكيل تاع الكاطو تاعنا. حين شكلوه بهذا المغرف. البنات المغرف نحطوها فنشا بهذه الطريقه، ونجيب هنايا العجينه نشكلها شويه برك بالطول هكذا، ونحطها هنايا باش تاخذ لي الشكل تاع هذا المغرف. على بالي البنات هنايا كي تشوفوا الشكل حين تقولوا لي يا ام رشيد كون درتيه بالطابع تاع الورقه، انا نقول لكم ما يجيش كيما هذا، دوك تفهموا عليه. وناخذ هنايا الموس ونجي ندير شكل تاع ورقه. فوالا شكل بسيط وكي يطيب يولينا بزاف شباب، ودوك تفهموا على. قلت لكم بزاف الحين يقولوا لي على ما درتيش الشكل تاع الورقه، انا نقول لكم دوك تشوفوا علاه. نزيد لكم حبه واحده اخرى، يعني ثم ثم تكملوا هذا الكاطو، ساهل وبسيط والبنه يجي رائع. فوالا نسقمها، يعني هي راح تاخذ لي الشكل تاع ورقه. ونجي هنايا بالظهر تاع الموس، ماشي من الجهه المرحيه، لا لا من الجهه الاخرى على القفه، نديرو هاد الخطوط. رايحه نكمل كامل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه. نشعل الفرن على 180 درجه، رانا في البرد، من الاحسن ديروه ب 20 دقيقه من قبل
بعد ما يسخن لي الفرن مليح رايحه ندخل القاطو باش يطيب. البنات القاطو بالخف يطيب، ما فيه والو، خفيف، خلوه اكيد يتحمر من تحت ياخذ لون ذهبي، ونزيدو نشعلو لون الفوق باش يعني ينشف، فقط هو ما فيه والو، خفيف. هاوليك القاطو بعد ما طاب لنا وتحمر، انا نحيته خليته اكيد يبرد، وجيت هنا للتزيين. انا رايحه نستخدم مربى تاع المشمش، نتوما واش عندكم استخدموا في الدار، تقدروا تغلقوها حتى بشويه شوكولا ولا اللي تساعدكم. رايحه نحط كميه تاع مربى، انا هنا درت مربى عمور بذوق المشمش، ونجي هنايا باش نلصق القاطو. البنات القاطو ما تحوسوش على حبه قد حبه، راهم يجوا على حجم واحد. وهنا عندي الكاوكاو، كاوكاو حمصته في الفرن ورحيته خشين للتزيين. حبيتوا ديروا نواط كوكو تقدروا، حبيتوا ما ديروا والو معليش، راني نوري لكم هنا باللي ما تقيسوهم ما والو، يجوا على حبه. يعني هاد الصابلي هذيك الملعقه ولا المغرف راح تعطيهم كامل حجم واحد. ونجي هنا نلصقهم بالمربى بالبانسو، رايحه نزيد ندير مع الاطراف كيف كيف المربى والبنات هذا، ونزيد نديرها في الكاوكاو. وهذا هو السر اللي قلت لكم عليه، انه هذا القاطو ما يجيش الشكل تاعو كيما اللي نطبعوه بالطابع تاع الورقه، يجيك شغل بومبي وعنده شكل الشباب بزاف، كيما هذيك الورقه اللي تجي شويه هكا منفخه. كاين واحد الانواع تاع الورق زمان كنا نشوفوهم، دوك ما بقاو جناين، ما بقاو يعني حاجات في الطبيعه اللي نشوفوا فيهم. ربي يجيب ساعات الخير. المهم شوفوا يعطينا شكل بزاف شباب، شكل تاع ورقه يجي بومبي، هاكم تشوفوا فيه. انا هنا كامل عملت له التزيين، ونجوز باش نقسم لكم هذا القاطو وتشوفوه يعني كيفاش يجي لداخل. قاطو رائع يذوب في الفم، جربوه. وبالمناسبه راني نقسم لكم، هاوليك شوفوا كيفاش يجي، ونزيد نفتته لكم باش تشوفوه. نقول لكم شكرا شكرا، يعطيكم الصحه على تطبيقاتكم، ويعطيكم الصحه على تجربتكم. القلب اللوز كامل نجحتوا فيه وعجبكم وشكرتوني، ربي يسعدكم ويفرحكم على تعليقاتكم الرائعه، تعليقاتكم اللي ما ننساهاش، رائعه رائعه. شكرا حبيباتي كامل اللي علقتوا لي في الفيديو تاع القلب اللوز، وقلتوا لي كان ناجح وكان ذوقه كيما تاع المحلات، وشكرا اللي عطيتينا السر فرحتينا به. نقولكم بلا مزيه، ربي يسعدكم البنات. جامل الفيديو، لحبيتوا تشوفوا الفيديو تاع القلب اللوز نخليه لكم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. الله يسعدكم يفرحكم ويهنيكم. جامل هاد الوصفه هكا باش تطلع في محرك البحث، وان شاء الله كامل البنات يشوفوها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسونيش بالاشتراك، ونأكد لكم على البنات هذه الوصفة. سلام البنات.